السلام عليكم. مش مهندسين مش مهندسين، ايه الاخبار؟ سامعني كده كويس يا باش مهندسين؟ ايه الاخبار؟ سامعني كده كويس؟ أساتذة، يا باشمهندسين سامعني كده كويس ولا ايه؟ طيب تمام، يلا بينا كده دقيقتين بالظبط وهنبتدي المحاضرة بتاعتنا. دقيقتين بالظبط، الناس تتجمع، اكتبوا بس في الجروب بالله عليكم ان المحاضرة بدأت، اكتبوا في الجروب ان المحاضرة بدأت عشان الناس تتجمع بسرعة. اكتبوا في الجروب المحاضرة بدأت عشان الناس تتجمع بسرعة بالله عليكم. طيب تعالوا كده مع بعض، كده عندي هنقول كده عندي ايه، تعالوا كده مع بعض هنبتدي ان احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي ان احنا نعمل عندي النهارده نستخدم الفوتوشوب فور ويب. يبقى النهارده كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم شرح الفوتوشوب فور ويب كده عندي. طيب هو ايه بقى كده عندي الفوتوشوب فور ويب؟ يلا بينا كده نبتدي كده عندي نعمل الكلام ده ونبتدي نفهم هو ايه كده عندي الفوتوشوب كده عندي ايه فور ويب كده عندي. تعالى دلوقتي كده مع بعض، الموضوع سهل بسيط خالص النهارده. تعالى دلوقتي هنسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بص معايا كده عندي اساسا فوتوشوب فور، يا باشمهندس مين معايا؟ مين بيم؟ كريم، انا كريم، اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله في نعمة يا باشمهندس. اخبار حبيبي حضرتك ايه؟ حبيبي يا ريس، الله يخليك يا رب كريم. بص معايا كده عندي يا باشمهندس، تعالى دلوقتي كده مع بعض هنبتدي كده ناخد كده ماشي عندي حتة الفوتوشوب فور ويب ونفهم هو ايه الفوتوشوب فور ويب كده عندي. بص يا ستاذ، اول حاجه من ضمن استخدامات الفوتوشوب ان هو بيقوم بعمل الصور المتحركه اللي هي بيتقال عليها حته الجي اي اف، الجيف كده عندي. زي ايه كده عندي؟ زي ايه كده عندي الصور المتحركه؟ لو انا كده جيت البارح كويس، لو دخلنا كده عندي على اليوتيوب، على اليوتيوب دخلنا كده عندي على القناة أحمد غنيم، على القناة كده عندي اهوت، وبصينا كده عندي ادي القناة بتاعتنا كده عندي اهوت، دخلنا كده عندي عليها في عندي كوميونيتي كده عندي اهوت. بصوا مع بعض كده عندي يا ستي، دي صورة متحركة كده عندي، دي صورة متحركة، دي صورة متحركة، دي صورة متحركة كده عندك. طيب جميل، فين تاني؟ اهي الصورة بتاعت باتمان دي،
ان انا اعرض الحاجه بتاعتي على النت. انت لما تعرض الحاجه بتاعتك، انا كل حكايه الموضوع سهل خالص، يعني دي من اسهل الصور المتحركه دي. بس هي دي الصور الجيف، الصور اللي بتتحرك، اي صوره بتتحرك بالنظام ده دي بيطلق عليها جيف. دي صوره، دي صوره، ده التصميم اللي احنا عملناه البارح، ده التصميم اللي احنا عملناه كده عندي البارح كده عند دوت. طيب تعال ادي لك فكره الصور المتحركه كده عندي. فكره الصور المتحركه هي ايه؟ الصور المتحركه بتاعتي كويس. ابتدي حضرتك اعمل التصميم بتاعك كامل، اعمل التصميم بتاعك كامل كده عندي، سواء كان ار جي بي سواء كان سي ام واي كي، خلص التصميم بتاعك بليراته كويس. اخلص التصميم بتاعه بليراته، اخلص التصميم بتاعه بليراته. تعالى كده، ولو بصينا كده مع بعض، لو بصينا كده عندي مع بعض كده عندي اهوت، بصوا معايا ثانية. يا رب ثانية واحدة. ده التصميم بتاعنا بتاع باتمان البارح كده عندك. ده تصميم باتمان، ده تصميم باتمان كده، التصميم بلياراته كده عندك. طيب جميل، حلو، ده التصميم بلياراته بالكامل، ده التصميم بلياراته بالكامل. بتعمل بقى كده عندي ايه؟ بتبتدي تعمل عندي كالتالي. خلصت تصميمك، تصميمك انتهى خلاص كده عندي. ايه اللي حصل؟ احنا البارح كنا فاتحينه 12 سم، انا داخل من ايمج سايز، حولته بالبيكسل، خليته 600 بيكسل 600 بيكسل، غيرته من سنتي للبيكسل. جميل، طب جميل، حلو. وعملت ايمج مود، غيرته الار جي بي، مع انه عادي ينفع سي ام واي كي عادي، مش هتفرق معاك الحته دي، بس عشان انا هعرضه على النت، غيرته البيكسل وحولته كده عندي لايه؟ لسي ام واي كي كده عندي، لار جي بي قصدي. طيب وايمج ايمج سايز، وخليت الريزوليوشن بتاعي بدل ما كان 300 خليته 72، عشان يبقى خفيف على النت، يتحرك خفيف على النت كويس، لما يحمل على الناس اللي يحبوا يتفرجوا على الحاجات اللي زي دي، ما يتخربش بيته في اللود كده عندي كويس، يسحب الداتا بتاعتهم كلهم. طيب جميل، ايه اللي بيحصل بقى كده عندي؟ خلصت الدنيا بتاعتك، خلصت تصميمك بالكامل، في عندك حاجه اسمها ويندو تايم لاين. تايم لاين، ادي التايم لاين بتاعي كده عندك، ويندو تايم لاين. طب لما بتعمل فايل نيو، لما بتعمل حضرتك فايل نيو، ادي مثلا 600 في 600 600 بيكسل، 600 في 600، وادي الوان ار جي بي والدنيا تمام التمام. لما بتعمل التايم لاين بيكون التايم لاين ظاهر لك بالشكل ده، كرييت فيديو تايم لاين، كرييت فيديو تايم لاين كده عندك، انت التايم لاين ظاهر عندك، فانت بتعمل كرييت فيديو تايم لاين. طيب التايم لاين كده عندي، بص يا اساتذه، انا هنا ظاهر عندي بيبقى اسمه كده، ظاهر صور، لكن لا انا ممكن اظهره بطريقه تانية، ممكن اظهر التايم لاين بطريقه تانية. يعني ايه بطريقه تانية؟ هتظهره ايه يعني بطريقه تانية؟ اظهره ايه؟ اظهره حاجه اسمها ليرات، منها ليرز، اظهره ليرز، اظهره ليرز كده عندي. يبقى انت ممكن تظهر التايم لاين بتاعك، ممكن تظهر التايم لاين بتاعك عندي ليرات، وممكن تظهره عندي فريمات، بيتقال عليها كده عندي فريمات كده عند اهو، صور، صور ورا بعضها. طب جميل، حلو، تعال نبسط لك الدنيا على الاخر وبعد كده نرجع للحته دي. والله يا محمد اخد حته بس، اخلص حته الفوتوشوب فور ويب، وحته ازاي ان الفوتوشوب كده عندي بيعمل صور، ده بيعمل ويب سايت، ازاي ان هو بيعمل ويب سايت كده عندي. فخلينا ناخد الفوتوشوب فور ويب يا محمد ونخلصها كده عند النهارده، واحتمال ان انا اعمل تصميم في الاخر، يعني احتمال ابتدي ان انا اعمل تصميمات عشان الناس تجمع شغل وتشوفني بشتغل ازاي. فزي ما تحب، عايز تكمل او عايز تطلع من المحاضره وانت مشغول، تابعها على اليوتيوب يا محمد، لو انت مشغول تابعها على اليوتيوب. بصوا مع بعض كده عندي يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. يبقى انا كده عرفت كده عندي الحته دي، عرفت الحته دي كده عندي. انت بتعمل التصميم عادي خالص، يعني التصميم بتاعك بتعمله عادي خالص كده عندي اهو. طيب جميل، طب بعد ما تخلص تصميمك، بعد ما تخلص التصميم بتاعك كويس، بعمل كده عندي كالتالي. انا فايل نيو، احنا كده فاتحين فايل نيو اوكي كده عندك، اه ده التصميم الجديد بتاعي، اعمل لي لير جديد،
اعمل لي عليها دايره وحط لي فيها لون، ادي دايره وحطيت فيها لون كده عند الت سبيس كنترول دي، اعمل لي لاير تاني ادي مثلث واعمل لي كده عندي ايه وادي لون، وادي لون كنترول دي، واعمل لي لاير تالت، لاير تالت كده عند ادي مربع، مربع كده عند اهوت وحط لي لو. لا ما فاتكش كتير يا علي، ده انا لسه بتكلم على بتكلم يا علي ده، بتكلم على الصور المتحركه، ما فاتكش كتير يا علي. ادي كده عندي زيرو، لسه ببتدي ابني عشان احرك الصوره دي يعني. ادي كده عندي اهو مربع وحطيت فيه لون كده عندي. ادي التصميم بتاعي، خلصت التصميم بتاعي كده عندي كنترول دي. طب حلو، اعمل ايه بقى كده عندي؟ لو عايز الباك جراوند دي تشتغل يبقى حولها كده عندي ايه للاير، حولها اللاير كده عندي اهو. لو عايز الباك جراوند دي تشتغل معاك تبقى من ضمن ايه، من ضمن الحركات بتاعتك. طيب بص يا سيدي، اعمل ايه بقى كده عندي؟ اقول له كرييت فيديو تايم لاين، كرييت فيديو تايم لاين. طيب انا التايم لاين كده عندي ظاهر كده عندي وقت، ده ظاهر كده وقت بالثواني كده عندي اهو، ظاهر كده عندي وقت ثانيه ثانيتين ثلاث ثواني. بص 15 فريم دول ثانيه، واحد فريم او نص ثانيه، عامل الثانيه هو 30 فريم، ثانيه ثانيتين ثلاث ثواني اربع ثواني خمس ثواني، وممكن تزيد تزود الوقت، زود الوقت. لا مش عايز كده، مش عايز كده، الحته دي خلاص دلوقتي. انا عايز اعرضه كده عندي ايه من تحت منه، من تحت منه عايز اعرضه كده عندي كويس. صور فريمات. طب لا انا عايز اعرضه تاني كده ثواني. طيب جميل، ممكن ازود الوقت، ممكن تزود الوقت اهو، انا زودت تعالى كده مع بعض كده عندي، روح لغايه الاخر خمس ثواني كده عند دوت، زود الوقت بتاعك، التصميم بتاعك كله. طب هات لي كده الوقت اهو، زود الوقت بتاع التصميم كده عند دوت، اقعد شد واسحب كده عند دوت، زود وقت التصميم، زود وقت التصميم كده عند دوت اهو، هاته عند الوقت اللي يعجبك، هاته عند الوقت اللي يعجبك، هاته عند الوقت اللي يعجبك كده. وصل كام؟ 6 ثواني، 7 ثواني ونص، 7 ثواني ونص، 7 ثواني ونص كويس، 7 ثواني و15 فريم. موضوع الوقت ده براحتك، ده راجع لك انت كويس، وده شغال 30 فريم بير سكند، 30 فريم بير سكند، 30 فريم بير سكند. طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كابتن، انا مش عايز اشتغل بالطريقه دي، انا عايز اشتغل صور. بسط الموضوع، ابسط الموضوع، ابسط الموضوع كده عند اوت، هتهالي كده عندي، هتهالي ليرات صور. بص يا سيدي، اللير الاولانيه ده هي اللير الاولانيه ده بيبقى اسمها المين فريم، ده اللير اللي ظاهر فيها كل التصميم بتاعك، كل التصميم بتاعي، كل التصميم بتاعي، كل التصميم بتاعك ظاهر في اللير، ظاهر في اللير دي، ظاهر في اللير دي كده عندك، ده كل التصميم بتاع مين، بتاع حضرتك كده عند اوت في اللير ده، كل الليارات بكل حاجه. طب حلو، تعال لي من هنا لير تاني، لير تالت، لير رابعة، لير خمسة، لير ستة، لير سبعة، لير تمانية، لير تسعة، لير 10، لير 11، لير 12، لير 13، 14، 15، 16. احذف لنا 16 دي، خلاها 15 بس. طب حلو، علمني على كل الليرات بتاعتك دي، علمني على كل الليرات دي بالشيفت كلها اهي، عملت سيلكت عليها، وقفت على اول واحدة، على اخر واحدة، وعلى اول واحدة بالشيفت، وانا ضغط شيفت، علمت عليهم كلهم. شايف الوقت اللي هنا ده؟ انقل من لير للير في قد ايه؟ اقول له مثلا 2 مللي من ثانيه، نص ثانيه، ثانيه كامله، ثانيتين، 5 ثواني، براحتك، اذر تايم، اكتب الوقت اللي انت عايزه، ديلي بي سكند بير سكند عشان ينقل من لير للير ثاني. طب جميل، بص يا سيدي، لو انت في اللير الاولى دي، لو انت في اللير الاولى دي اي لير تطفيها او تقيدها هتسمع في كل الليرات الثانيه، لان ديت اسمها المين فريم. اول واحده دي دايما ابعد عنها تمام، لان اي شغل هتعمله فيها هيأثر في كل الليرات الثانيه. لو انا جيت هنا وانا واقف على اول واحده، انا على اول واحده، انا معلم سلكت على اول واحده،
انا خليت الزمن ينقل من لير لير تانية في سنتين. بص كده معايا، اه بص اعمل بلاي، كل سنتين ينقل من لير لير تانية. طب سنتين كتير، عشان ينقل من لير لير تانية في سنتين كتير. امال اعمل ايه؟ اعمل ستوب، واقف على اول واحده، واقف على اخر واحده. تعال اقول له كده الزمن قد ايه؟ 2 من ملي من الثانيه، 2 من ملي من الثانيه. طيب يعني ينقل في الثانيه 5 صور، يعني دول ياخدوا 3 ثواني. تعال اعمل لي بلاي. الثانية الواحدة 5 صور. جميل كده عندي. طب ايه اللي بيحصل بقى كده عندي؟ لو انا وقفت على اول واحدة، لو انا طفيت طفيت العين دي، طفت من كل الليارات، لو تلاحظ طفت من كل الليارات. ات العين دي هدت من كل الليارات. عشان كده بقول لك دايما ابعد عن اول لير، مالكش دعوة باول لير، تعالى بقى في اللير الثانية. طفيت العين دي، تعالى في اللير الثالثة، طفيت المثلث، تعالى في اللير الرابعة، طفيت المربع، تعالى في اللير اللي بعده، طفيتهم كلهم، تعالى في اللير اللي بعده، اتهم كلهم، تعالى في اللير اللي بعده، طفيتهم كلهم، تعالى في اللير اللي هنا، اكف 2 وايد 1، تعالى كده عندي، ايد 2 وطف 1، تعالى كده عندي، ايد 3، تعالى كده مع بعض، طف 3، تعالى كده مع بعض، عندي ايد 1 وطف 2، تعالى كده مع بعض، 2 وطف 1، تعالى كده مع بعض، ايد 3، تعالى كده مع بعض، طف 3. تعالى شغل، اعمل بلاي. هو ده اللي انا عملته، هو ده اللي انا عملته في تصميم باتمان، هو ده اللي براحتك، قلب براحتك، قلب براحتك كده عندك، قلب براحتك، دنيتك امورك طيبه وامورك 10 على 10. اهي دي كده صوره جيف، صوره جيف دي كده صوره جيف جميله كده عندي. اهي يبقى انا كده عرفت كده عندي. طيب كده مع كده الصوره دي هتشتغل مره واحده بس وتسكت. طب لا ده انا عايز اشتغل على طول، علمني على كل دول، وبدل ما هي وانس خليها لي فور ايفر، تشتغل مره واحده 3 مرات فور ايفر، ما تبطلش، تخلص وتبتدي، تخلص وتبتدي، تخلص وتبتدي، تخلص وتبتدي، اي شغاله فور ايفر، ما تبطلش فور ايفر، ما توقفش. انت ممكن تقول اشتغل 10 مرات وتوقف، تصميمك يقعد كده يجذب العين 10 ثواني ويقف خلاص، يثبت على حسب ما انت بتحب. لكن انا الجي اي اف بتاعت اللي انا رافعها كده عندي قدامكم دي شغاله فور ايفر، ما بتوقفش، ما بتوقفش كده عندي، ما بوقفهاش. فده كده عندي حتة مين؟ حتة الصور. طب ده بس كده عندي؟ لا مش كده بس، مش كده بس كده عندي يا ساتر، ده انا في عندي بقى ده كده، انا كده ده اسمه تحريك ثابت، بطفي لير وايد لير، بخفي بخفي. بص يا ساتر، انا كده بطفي اجزاء وبشغل اجزاء كده عندي اهو، بطفي اجزاء وبشغل اجزاء. الآلات اللي تحت أرفعها إزاي لو مش مفعلة؟ آلات مين؟ مين الآلات؟ آلات إيه اللي تحت اللي أرفعها إزاي لو مش مفعلة؟ آلات إيه؟ مش فاهم إيه الآلات دي؟ يا إسراء إيه الآلات دي؟ الأدوات يعني؟ اللي بنظبط منها الوقت اللي هي ده، اللي هي دي؟ اللي هي تحت دي ولا ايه؟ علمي عليها، علمي على الصور بتاعتك كلها، واضغطي افتح السهم واضغطي اهي، اضغطي من هنا افتح. انا مش عارف ليه البتاع بيوقف تسجيل، المحاضرة بتوقف تسجيل. طيب يبقى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ يبقى ده دلوقتي كده عندي مع بعض ازاي ان انا اعمل الصوره تدفي وتقيد، تدفي وتقيد، تدفي وتقيد، ده تدفي وتقيد، ده تدفي وتقيد كده عندي اهو. طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كالتالي، بص بقى مع بعض كده عندي يا اساتذه، يبقى ده كده عندي حته مين؟ ده كده عندي حته اللي هي الصوره جي اي اف، الصوره الجيف، الصوره الجيف كده عندي. طيب
ده ابسط حاجه، ان انت تايده تطفي الايرات، ايده اطفي الايرات، ايده اطفي الايرات كده عندك. طب في نوع تاني من الجيف؟ اه في نوع تاني من الجيف، لو انت عايز تحرك بقى، لو انت عايز تحرك، لو انا عايز احرك اعمل ايه؟ امسح لي الايرات دي كلها، ديليت ديليت من هنا، امسح لي الايرات. يعني ايه؟ ادي الدايره بره التصميم اهي، وادي المثلث فوق التصميم كده عند اهو، وادي المربع بره التصميم من هنا، اه كل واحد بره التصميم، دايره هنا، مثلث هنا، مربع هنا، وهكذا. اعمل لي كام لير؟ 30 لير كده عند اهو، 30 لير، عملنا 30 لير، عملنا 30 لير كده عند اهو. عملنا 30 ليه؟ طب تعالى دلوقتي اعمل لي بقى كده عندي ايه؟ تعالى اعمل لي كده عندي كالتالي، في اللير ال 30 بقى كده عندي، في اللير ال 30 ده كده عندي مين؟ ده كده مربع، وديه لي الجنب التاني. يعني في اللير الاولانيه كان هو هنا، في اللير الاخيره بعكس اتجاه، ادي المربع كده في الجنب التاني كده عنده. طلعته بره جنب التاني، ورحت جايب المثلث منزله لتحت، نزلت المثلث، نزلته لتحت، نزلته لتحت كده عند اهو، ورحت جايب الدايرة وديتها الجنب التاني. اسحبها على طول بايدك، لو عايز تشدها بايدك اسحبها على طول. انا ماشيها بالموف تول عشان تبقى واخده بس خط مستقيم، وماشيها بالاسهم كده عندي، ايه بالاسهم بتاعت الكيبورد عشان تبقى واخده خط مستقيم. طيب يبقى هما كانوا في الاول، في الاول كانوا عندي هنا، كانت الدايره هنا، مثلث هنا، المربع هنا، في الاخر، في الاخر كده عندي بقت الدايرة هنا، المربع هنا، المثلث نزل تحت. علمني على كل الليارات دي بالشيفت، واعمل لي كده عندي ايه؟ اعمل لي حاجة اسمها موشن، موشن اهي، اعمل لي حاجة اسمها موشن، موشن اه موشن، اضغط. انا عملت موشن كده عندك، اللي هي موشن توين، انشاء حركة بينية، انشاء حركة بينية، انشاء حركة بينية. تعالى كده شغل، شغل بتتحرك، الحياة بتتحرك عندك. هي أول مرة بتبقى بطيئة، بعد كده مش هتبقى بطيئة. أول مرة مرتين هتلاقيها بتوقف كده، لكن بعد كده مش هتوقف، هتشتغل كويس، هتسرع بعد كده. دي الإنشاء الحركة البينية كده عندك، أول مرة أو مرتين هتبقى بطيئة، وبعد كده هتشتغل سريع، مش هتوقف. تعال احفظها. طيب يبقى ده كده عندي، لو أنت بتعمل حركات بينية، لو أنت مش شرط كلهم يتحركوا مرة واحدة، ممكن تحرك عنصر وعنصر وعنصر وعنصر، تحرك عناصر مختلفة، عناصر مختلفة كده عندك، موضوع راجع لك. يعني ممكن تحرك عنصر ورا عنصر ورا عنصر ورا عنصر، كويس. طيب ازاي احرك العناصر يا باشمهندس؟ كويس، تعالى اوريلك ازاي تحرك العناصر بتاعتك. بص معايا، لو انا وقفت، تعالى اعمل لي ستوب، تعالى اعمل لي ستوب. طب يا باشمهندس انا عايز احفظ دي، عايز احفظ الكشف من فايل سيف فور ويب، سيف فور ويب، مش سيف وسيف اس بقى، ماليش دعوه بسيف وسيف اس، من سيف فور ويب. قول له كده عندي اوكي، يس، وضغطت كده كلمة سيف، سيف. بص معايا كده عندي، ثانية واحدة بس، الجهاز تقيل، معرفش تقيل ليه كده، جهاز تقيل على الآخر. بص معايا كده عندي، أساسا الجهاز بطيء على الآخر، مش عارف ليه بطيء كده،
الصوت يعلى. جهاز بيموت. طب ونزل حرف دي افتح اس اس دي. اوبا ده فل. عشان كده عشان كده. طيب بص يا ساتر، في حاجة غلط كده عندك. تعالى كده نعمل كده عندي، نوقف الفوتوشوب كنسل. تعالى كده مع بعض كده عندي تاسك مانجر. تعالى كده وقف، وقف الكلام ده. تعالى وقف الكلام ده. اديني كده عندي، اديني ثانية واحدة. الدنيا فاقت كده عندي اهي، فاقت كده عندي اساتذة. تعال نفتح فوتوشوب مرة تانية. معلش يا منظرك كان 600 600 سنتي ولا ايه؟ انا كنت شغال بالسنتي ولا ايه؟ فايل، فايل نيو 600 بيكسل، بيكسل 600 600 72. خليها كده عندي 30 ار جي بي. اوكي طيب تعالى كده مع بعض، قول له بيكسل. والله ده حمل اللي فات كده عندك، ده فتح اخر حاجه كانت موجوده. طب ده شغال ايه سنتي؟ بصوا انا فاتح قد ايه، 600 سنتي. انا فاتح 600 سنتي 6 متر، عشان كده ايم السايز 600 سنتي يا ساتر، 600 بيكسل. عشان كده الفوتوشوب الجهاز بيموت. اوكي الجهاز كان بيموت عشان كده. بعمل جي اي اف 6 متر في 6 متر، غلطة مطبعية بس، غلطة مطبعية. شوف الصورة، الصورة غلطة مطبعية يا ساتر. تعالى اعمل لي كده عند بلاي. طيب يلا اعمل لي بلاي، بص مع بعض بلاي. انا قاعد اقول من ساعتها البتاع الجهاز بيموت كده. امورنا طيبة وامورنا جميلة ودنيتنا 10 على 10 كده عندك. الامور جميله والامور 10 على 10 خالص كده عندك. يبقى دي كده عندي حته مين؟ حته الجيف. الدنيا شغاله كويس عشان كانت 600، انا كنت عاملها 600 600 سنتي، 600 600 سنتي يا ساتر. فالدنيا كان الجهاز كان بيموت كده عندي. طب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندك التالي، وقف الدنيا. طب نعمل الحركه بتاعتنا، اقف على اول لير، امسح لي اللي فات ده كله. ديليت ديليت. تعالى كده عندي دي، طلعها بره، بره التصميم كده عندك دي، بره التصميم. تعالى ده كده عندي فوق. تعالى ده كده عندي هنا. عندي هنا تمام التمام. بص بقى مع بعض كده عندي ست. تعالى دلوقتي اعمل لي يلا الليرات بتاعتي 15 15. تعالى بقى في اول لير، تعالى بقى في اخر لير. ودي دي كده عندي فين؟ ودي دي كده عندي اخر لير، دخلها لي كده عندك. ممكن تحرك على طول، بص بالماوس، بالماوس على طول وراح نفسك. طيب تعالى لي كده عندي هنا، ما بالماوس على طول. تعالى لي كده عندي هنا، تعالى كده. طيب علمني على ما بينهم واعمل لي التوين، التوين كده عنده شغل.
اشتغل الكلام ده، الحياه بتاعتك بتمشي. طب يا باشمهندس انا حاسس حاجه بتنط بتنط كده عندي، كتر الفريمات كتر الفريمات كده عندي، اكتر فريمات اكتر فريمات كده عندي، اكترها اكترها، وامورك تشتغل تمام التمام، وامورك تشتغل 10 على 10. طب يا باشمهندس انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل حاجه تانيه كده حلو. ايه اللي انت عايز تعمله حلو؟ انا الحاجه وهي ماشيه، الحاجه وهي ماشيه كويس، عندي الحاجه وهي ماشيه كده عندي ايه؟ زهره، زهره كده عندي. طب انا عايزها وهي بتمشي بتقل، تعمل لها قبسطي. تعالى كده مع بعض كده عندي ايه؟ وقفل في الليير الاخيره وطفي لي الثلاث ليرات دول. الاول ظاهرين، هنا هنا اختفوا، علم عليهم، اعمل لي التوي، هتلاقيهم طول ما هم ماشيين اللون بتاعهم بيقل، ييجوا في الاخر يختفي، بينزلوا على ما فيش. دي الصور الاعلانات اللي بتبقى ماليه النت، اللي بتقيد وتطفي، تقيد وتطفي، تقيد وتطفي، وتتحرك بالنظام ده. تلاقي عربيه جايه لك كده من الجنب، وقعدت تقيد وتطفي وبتاع والكلام ده كله، دي كلها بيتقال عليها جيف. جيف جيف. تلاقي النور العربيه بيقيد ويطفي، العربيه قاعده تنور وتطفي، تقيد وتطفي، تقيد وتطفي، ده جيف. اي حاجه بتظهر وتختفي ده جيف. وصلت كده معايا؟ يبقى انا كده عندي ايه؟ ينفع تاني اعمل اوباست ازاي؟ اعمل اوباست ازاي؟ بص يا ساتر، انا عملت التحريك عادي، انا عملت التحريك عادي، يعني تعالى كده هنا اهو، في اخر لير انا كنت طفيت الليرات، لقيتهم مره تانية، ورحت عامل ما بينهم التوين، لا يظهروا، لان في الاول ظاهر وفي الاخر ظاهر. لما جيت اعمل التوين، الحركه البينيه، الحركه البينيه اول ظاهر والاخر ظاهر، مفيش حاجه تختفي. لكن لو الاول ظاهر والاخير مختفي وعملت الحركه البينيه كويس، ساعتها يختفي، يبقى ماشي التدريج. التوين اللي انت عاملاه ايه؟ يخفي الحياه بتاعتي اهو. انا رحت انا في الاول اهو، في الاخر خفيت الليارات دي، عملت التوين ما بينهم، مش التوين عملت بلاي ماشيين بيخف. هو ده كده عندي الجيف، وده كده الجيف. هات التصميم بتاعك بقى كده عندي، هات التصميم بتاعك وابتدي اعمل له كده عندي ايه؟ وابتدي ان انت اعمل له التصميم بتاع حضرتك، ابتدي ان انت اعمله كده عندي ايه؟ اعمل له حركه واحفظه كانه جيف، احفظه كانه جيف، احفظه كانه جيف. ازاي بقى كده عندي؟ وقف فايل سيف فور ويب، سيف على الديسك توب، هسميها تيست، تيست اوكي سيف. تعالى اطلع بره على الديسك توب، فين التيست كده عندي اهي، تعالى شغلها اهي، شغاله في الفيور كده عندي، جيف جميله كده عندي اهي، وامورنا طيبه ودنيتنا 10 على 10. انت ممكن تعمل بقى حركات كتيره، واقف على خيالك، الموضوع واقف على خيالك انت، الموضوع واقف على خيالي انا، الموضوع واقف على خيالي انا. ممكن اخلي لك اسم كده قاعد يتنطط يتحرك، والحروف بتاعته بتتنطط، موضوع راجع لك انت. يعني ممكن اعمل لك في الجزء الثاني من المحاضره، اعمل لك اسم الحروف بتاعته بتتنطط، كل حرف كده يتنطط ورا الثاني، يطلع وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل، الحروف بتاعته وصلت. فهي دي كده عندي التوين، ادي كده عندي التوين، او اللي هي الصور المتحركه. انا بسطتها لك على الاخر، انا عملت لك ثلاث ليارات، ان شاء الله يكون التصميم بتاعك متلير، ان شاء الله يكون التصميم بتاعك متلير. يعني انا تعالى دلوقتي كده عندي ايه، تعالى كده شوف الجيف اللي هي بتاعت مين. حط كذا صوره، ما هو ده انا عملته البارح في تصميم مين، في تصميم بتاع باتمان كده عندي. تعالى كده مع بعض، فين التصميم بتاع باتمان؟ ثانيه واحده اهي، بص معايا كده عندي يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض، ادي التصميم بتاع كده، ايوه شفته كده ايه، بس قصدي احرككم، احرككم عادي، ما انا في تصميم باتمان انا قعدت وطفيت، بس انا مش محتاج ان انا احرك، لكن كان ممكن يكون باتمان بره وادخله، ادخله يعني. بصوا اهي،
اهي انا ابص كل بص انا في اول واحده طافي كله، طافي كله، بعد كده ات الخلفيه، بعد كده ات مين الخلفيه وعليها اللي هو كده عندي مين الصوره، بعد كده الخلفيه وصوره وباتمان، بعد كده عندي ات حطيت علامه بلاي ستيشن، بعد كده حطيت علامه باتمان، كل حاجه اهو لو تلاحظ بحطها اهو اهو اهو، كل مع كل لير ازود حاجه ازود حاجه ازود حاجه ازود حاجه لغايه ما ابتديت بقى ان انا اعيد وطفي، وبعد كده جيت في نهايه التصميم بدات اخفي زي ما ابتديت ان انا ازود بدات اخفي اهو، اخفي كل مع كل حاجه امشي ايه اخفي كده عند اهو، اخفي 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 اهو، اخفي الليارات ايه بتاعتي وانا ماشي اهو، اخفي اشيل لغايه ما وصلت لغايه في الاخر ايه فضيت التصميم، بس كده بس كده اعيد وطفي اعيد وطفي اعيد وطفي كده عند دوت. طيب عايز اعمل توين ما بينهم، ينفع ينفع تعمل توين ما بينهم؟ طبعا هل ينفع اعمل توين؟ كنت اجيب باتمان من بره، اجيب الشعار من هنا، اجيب الباتمان الثاني من هنا، اجيب الاطار اظهره بدل ما هو مختفي اخليه يظهر بالاوباستي، ممكن اعمل الكلام ده كله بالتوين، الكلام ده كله، بس انا بسطت الدنيا على الاخر كده عند دوت، بسطت الدنيا على الاخر وصلت. وده كده عندي اول حاجه اللي هي كيفيه عمل صور متحركه في الفوتوشوب، كيفيه عمل صور متحركه في الفوتوشوب، كيفيه عمل صور متحركه فين في الفوتوشوب اللي هي اسمها الجي اي اف الجيف، كويس. يبقى ده كده عندي، عرفت كده عندي الحته دي اه، كده عرفت كده عندي حته ايه، حته الصور المتحركه فين في الفوتوشوب كده عندي اهو. طيب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، وعلى فكره بتدي لك شغل حلو لو انت عايز تعرض الشغل ده، لو انت عايز تعرضه على شاشه الكترونيه، تبعته لحد يبص عليه، شوف انا عملت ايه في التصميم، قعدت اعمل ايه في التصميم، تديها له صوره جيف يتفرج عليه، شوف انا عامل كام لير عشان اعمل لك التصميم بتاعك، كويس. يعني مثلا دي كده عندي ايه، دي الصوره الجيف اللي هي بتاعت مين، بتاعت الـ القهوه الكافيه كده عند اهو، بصوا معايا دي الصوره الجيف بتاعت القهوه كده عند اهو، انا واقف على ابيض كده عند اهو، شغلت كل شويه قاعد ازود ليه، كل شويه ازود ليه، البارحه انا عدلت انا في الكلمه كده ايه، كانت الكلمه كده وهي صريحه كده ما كانتش عجباني، خليتها كده بكيرف، مشيتها على مسار، مشيت الكلمه على مسار كده، كلمه قهوانجي مشيتها على مسار بحيث انها تبقى طالعه من القهوه كده عندي، طالعه من الكنكه كده عندي اهيت، ونازله كده كانها ايه على المسار، ماشيه على المسار اللي فوقيه، كانت وهي محطوطه صريحه ما كانتش عجباني، كانت الحته دي فاضيه، الحته دي فاضيه عامله لي ازمه الحته دي، والاضاءه بتبان كده عندك ودنيتك كويسه. فده كده لو حبيت تعمل صوره جيف، هي الصوره جيف في ايده تطفي، ودي ابسط حاجه. هل بقى كنت ممكن ادخل الكنكه من بره، ادخل الاسم كده عندي من زاويه، اظهر كده كل حاجه من بره كده، اجيبها من بره جوه التصميم، اه ينفع تعمل الكلام ده، بس بالتوين بقى كده عندي، تظبط الحاجات دي بره، وتظبط اول واحده واخر واحده وتعمل توين. عايزين نعمل لكم توين لحاجه بتتحرك، ممكن اعمل لكم توين لحاجه بتتحرك، كويس. فالدنيا سهله خالص اهي، والدنيا بسيطه، الدنيا سهله والدنيا بسيطه خالص كده، كويس كده معايا. طيب هتقف المحاضره، هتقف المحاضره، هبعت لكم كده عندي ايه، هبعت لكم الرابط عشان نكمل كده المحاضرات ايه، المحاضرات بتاعتنا كده ان شاء الله، هبعت لكم الرابط على طول بعدها. وده كده عندي كده خلصت كده الجيفات كده عندي اهوت، خلصت الجيفات، عايزين نشرح جيف تاني، امثله تانيه للجيف اشرح لكم، الموضوع مش يعني مش انترستد بالنسبه لكم، قولوا لي خلاص يا باشمهندس مش مشكله. بصوا معايا مع بعض كده، عشان الجيف التحريك حركاته كتيره وخدعه كتيره وافكاره كتيره، فانا ممكن أنا